Equal. Action. انت شغال ايه؟ من 8 ل 3 موظف، ومن 3 ل 11 شغال في مطعم، ومن 11 ل 8 راكب تاكسي. شغال على تاكسي. او شغال على تاكسي. فيت وان، واهدى بالايقاع شويه، اهدى بالايقاع شويه، اهدى بالايقاع شويه. اكشن. تشتغل ايه؟ من 8 ل 3 موظف، ومن 3 ل 11 شغال في مطعم، ومن 11 ل 8 سواق على تاكسي. امال بتنام امتى؟ انا قلت لحضرتك يا فندم من 8 ل 3. هو ده الكلام زي الفل. انت بتشتغل ايه؟ من 8 ل 3 موظف، ومن 3 ل 11 شغال في مطعم، ومن 11 ل 8 سواق على تاكسي. امال بتنام امتى؟ ما انا قلت لحضرتك يا فندم من 8 ل 3. جامد. اكشن. انت بتشتغل ايه؟ من 8 ل 3 موظف، ومن 3 ل 11 شغال في مطعم، ومن 11 ل 8 سواق على تاكسي. بتنام امتى؟ ما انا قلت لحضرتك يا فندم من 8 ل 3. ستيل امسك القلم بس عايز. امال بتنام امتى؟ يا بسيط. اكشن. امال بتنام امتى؟ ما انا قلت لحضرتك يا فندم من 8 ل 3. جامد، حلو جدا، اشكرك. مستر مايكل، اي حاجه خاصه بالاكشنات اللي هنا احنا طبعا هنستخدمها على المكتب دوت. تمام. ماشي. لو في مثلا مكتب محامي، مكتب صحافه، مكتب تحقيقات، كله هنعمله هنا. ماشي. تمام. اما بالنسبه لو احنا احتاجنا مثلا انطري ولا حاجه، نبقى نستعمل الكنبه اليتيمه اللي ما عندناش غيرها مؤقتا بس لحد ما ربنا يفرجها. ايه رايك؟ مفيش مشكله يا ريس، وما تقلقش من اي حاجه، اهم حاجه الناس تتمرن عشان لما ندخل في حاجه كبيره. بس ماشي، على خيره الله. على خيره الله. تقطيع. اكشن. يعني انت عايزني احول الفيلم مسلسل بعد التعب ده كله؟ طب ليه؟ معلش فضل نص شويه. معلش. طب ليه؟ حسايا ريس سهل يا ريس. خلاص والله سهل عادي، بس انا كنت رايح اجيب اسم الحسايا بس هناك. اسم الحسايا اللي هو نعمل قط منه. حاضر. اكشن. يعني انت عايزنا احول الفيلم لمسلسل بعد كل التعب ده؟ طب ليه؟ خلاص خليك بقى كده، احفظ احفظ. يلا عينك هناك 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 هناك، وبعدين روح محولها وقايل محولها. اكشن. ايه يا ريس؟ ستيل رولينج. بس مظبوط اللي انت عملته؟ لا هو بس مظبوط. خلاص رولينج. اكشن. يعني انت عايز نجوم شباك؟ طيب والنجوم معلش يعني ولا يعني انت عايز يكون في نجوم شباك، طب والشباب الجديده تروح فين وتشتغل ازاي وهتاخد فرصه امتى؟ اكشن. طيب انت عايز نجوم شباك، طب والوجوه الجديده هتشتغل ازاي وهتاخد فرصه امتى؟ يلا يا سجون اللي بعدي.
اشتغلتش مع الوجوه الجديده مش هيبقى فيه جيل يفهم وعنده خبره زي النجوم الموجوده. تمام، مش هصنع نجوم جديده. اكشن. ما هو لو ما اشتغلتش مع الوجوه الجديده يبقى يا ريس من هنا روح باصص هناك وقايل سيت وان. طب استنى استنى، انا كل اللي بقوله مش مشكله. قدامها سيكيورتي. اكشن. ما هو لو ما اشتغلتش يا ريس روح الاول بالاول بعينك، بعد ما تروح بعينك اتكلم سيت وان. اروح هناك بعدين ارجع بصينا هنا. هنا. بصينا هناك. اتكلمنا. طب ما انا كنت بص هنا صح كده؟ هو انت بتبتدي يا ريس باصص هنا؟ ما تديش كلام يا ريس لما تحول عينك. بعد كده بتقوم محول تبتدي عينك تتكلم. تروح تتكلم مش تتكلم وبعدين تروح بعينك. يلا سريت وان. سريت وان. سريت وان. استغفر الله العظيم. يا عم حاضر يا استاذ محمد كان عينك هنا. انت عايز من هنا تبتدي كلامه هنا؟ يا استاذ محمد كان عينك هنا حولتها لي هناك ابتديت تتكلم. ايوه كده. اكشن. انا مش شايف ان في صعوبه يعني مش حافظ انا. اكشن. ما هو لو ما اشتغلتش مع النجوم يا استاذ محمد ما تتكلمش في الحته دي، روح وبعدين اتكلم. انا عايز اخد دي نقله. سريت وان. ايوه كده يلا يا باشا. اكشن. ما هو لو ما اشتغلتش مع النجوم الجديده ديت مش هيبقى فيه نجوم. يلا ولا همك. حلو جدا انت بتشغل صح. مش هيبقى كده. انت شغال صح. يلا. جيل فاهم وانضغط. سيت وان. كشف ورقه. كشف ورقه. افتح الكشف. يلا بينا. تعالى يا جوزيف عشان ما ابصلكش نظرة تانية. يلا. 3 2 1 اكشن. ولو ما اشتغلتش مع الوجوه الجديدة ديت مش هيبقى فيه ناس عندها خبرة زي النجوم. الجملة دي صح يا راس؟ هي بس انا اكلت منها حاجات بس انا عملتها متعمدها. ولو ما اشتغلتش مع الوجوه الجديدة مش هيبقى فيه جيل فاهم وعنده خبرة زي النجوم. ايوه اشكرك. يبقى لو ما اشتغلتش مع الوجوه الجديدة مش هيبقى فيه جيل فاهم وعنده خبرة زي النجوم. ايوه يبقى لو مش انا المرابطه بتاعت حضرتك. اكشن. ولو ما اشتغلتش مع الوجوه الجديده مش هيبقى فيه جيل فاهم وعنده خبره زي النجوم. قطينا يلا الجمله اللي بعديها. يلا يا ريس. يلا. اخدوا فيديو بعد كده عشان اعرف اكتر. يلا 3 1 هتيجي هنا طول. اكشن. اسف انا لو ما اشتغلتش مع الشباب الجديده يبقى مش لازم يا استاذ محمد لما تروح بعينيك تروح بجسمك. ما تحركش الكرسي. لو ما اشتغلتش انا اسف مش هشتغل الا مع الشباب الجديده ولو الفرصه تتاخر شويه هشتغل 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 لغايه ما نثبت نفسنا وناخد الفرصه. انا اسف انا مش هشتغل الا مع الشباب. يلا سيت وان. اكشن. انا دي الوجع البدايه. يا حبيبي بعينك بس بعينك ووشك بلاش الكرسي اللي بتعمله ده. ستيل رولينج. يلا 3 2 1 اكشن.
انا اسف انا مش هشتغل الا مع الوجوه الجديده بس، ولو اتاخرت الفرصه هفضل اشتغل واشتغل واشتغل لحد ما نثبت نفسنا ونلاقي الفرصه. كات ومشت في الصح. لا ما صح استنى بس اهدى لسه هجيب تاني صح. يلا لون جاي. هو هو تاني. يلا بس دي انا اوكي يلا يا راجل. يعني انت عايزنا احول الفيلم للمسلسل بعد التعب اللي انا تعبته ده كله؟ طب ليه؟ يلا بوم التاني اساسي انا فاكر دول كات والله. سيتوان اكشن. مش خالص والله. اه والله العظيم.